مرحبا بك خويا شكري بوزين خويا كبير خويا خويا كيقول خويا راه نحكي بالحق مش غنيت معناها شنو رد فعلك كي تسمع المثل اللي يقول كان جا الخو ينفع خوه ما يبكي حد على ابوه ما نحبهاش هذه خاطر الخو ينفع خوه المفروض خوه ينفع خوه ما يبكي حد على ابوه الخو البو عندي انا كيف كيف نفس الـ نفس الـ نفس القيمه نفس القيمه واضح به عندك اغنيه اسمها محلاك يامي وتو اغنيه جديده اسمها خويا يا خويا لو كان تحطهم على قناه اليوتيوب نتاعك تسمى قناه العائله دي حلو حلو تعديو يعني انتظام معناتها انا ابشن ابشن تصلح توا شوي الرداء والاغاني في جو توري نوري وشق ودق واللي نسمع فيه توا ديكا يتسميو ديكا اي آه. لكن بون توجدوا في كل واحد توجدوا دز على الخيله و لا 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 اكثر من ليله شبات هذه الليله سامحني عاد كان ذا شق ودق ماهيش اكثر من ليله شبات هذه الليله أكثر. لا لا والله لا ما تعرفهاش ليله شبات ما لا لا نعرفها كنت فيها يا با لونتون اسكو تعتبر هذوما لي دو كا هذوما كا كا دو كا كي سوسوي لو دوزيام سو ميت ان انفينيتيف ولا زوز كي سوسوي دو كا كي سوسوي لو دوزيام سو ميت ان انفينيتيف ما تعتبرش في الحاله هذه سي لاخ كي سو ميت ان انفينيتيف هو كل شيء تو ان انفينيتيف باهي نورمال كي باش تولي اغنيه خويا خويا يستعملها رزوكا في المسامح كريم ويقعد يناح مش خص تاخذ سكسي باهي عملت ابليكاسيون شوكو على مقامات مقامات شرقيه لو كان الاساسيه المقامات الاساسيه لانه المقامات الشرقيه تفوق ال 100 مقام واضح لو كان تعملها تعمل الابليكاسيون اللي بعدها تبوع تونسيه وايقاعات تونسيه ايوه باش نشوفوا كالعاده الفزاني مرتاح لا اللي ما عندوش علاقه هذا ايقاع ماهوش ماهوش مقام ماهوش اي ما سمعتش السؤال مليح قلت لك تبوع وايقاعات تونسيه قلت باش كالعاده باش نلقاو الفزاني مازال مرتاح مازال مرتاح ماشي طيب باش نلقاو جماعه قبيحي القبيحي موجود وكل جماعه اللي يحبوا الكوره ويحبوا يتعلموا باش يتعلموا الطايح هذاك ينجموا يتعلموا الطايح نتاع البطحه معناتها السؤال اللي بعده المدام مونيا تو بعد كارير هذا الكل مدام مونيا كيفاش تقيم الفنان شكري بوزين وكان تحب نعطيك اقتراحات بعد الكارير هذا كل تبارك الله كيفاش كيفاش علاقه شنو لا تقيمني لا لا نقص معناها تقيمه بالريفي ولا تبش بش بيه ولا تحل شباك يعني شكري 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 شكوتي اه هكا تقيموه ابدا يفيق هو يعطيكم الصحه في الكيسيونير شكرا ليك مهدي ارتوي